مؤسسة نسائي من أندلس لحفظ الموروث تحتفي بالدورة الأولى من العشرية الثانية في ملتقاها الحادي عشر لهواة الموسيقى الأندلسية أندلسية طنجة. هذا الملتقى الذي يعرف هذه السنة تكريم أحد أبناء مدينة طنجة الأستاذ المقتدر محمد العربي الصغيني، وكذلك نخبة من ألمع الفنانين والموسيقيين لهذا التراث الذين شكلوا المجموعة الكبرى للفرقة الأندلسية في اليوم الأول، وكذلك جوق محمد بريول للآلة الأندلسية، ثم فرقة الضفتين. هذه الأجواق التي شاركت في هذه الدورة جاءت بطعم خاص في هذه الدورة، نظرا لأنها كرست مبدأ المحافظة على التراث وصيانته وتعليمه من جيل إلى جيل. فمدينة طنجة عاشت أيام أندلسية بامتياز. ابن مدينة طنجة فنان يتنقل عبر القارات. أنا جيت سعيد وأنا أكرم بمسقط رأسي مدينة طنجة الخير. إنه لسرور كبير وأنت تكرم بين عائلتك وأهلك وإخوانك وأصدقائك وأبنائك كذلك. سرور يغمرني في هذه الفترة من شدة الفرح، لأن الإنسان ينبغي أن يكرم وهو في حياته وليس بعد الممات. هذه بادرة أشكر عليها مؤسسة نسائم الأندلس وبخاصة رئيسها الأستاذ الفاضل مولاي أحمد قنول. أما فيما يخص الفرقة فهي فرقة كبيرة جدا، يتعذر علينا بأن نأتي بالكل. قمنا بتطعيم بعض الفنانين مغاربة، والحمد لله نتمنى أن ننالوا الإقبال من طرف الجمهور إن شاء الله الرحمن الرحيم. تمنياتنا لكلا المؤسستين، وطبعا لكل المجهودات الصادقة للمضي قدما بدعم كل هذه المبادرات الخلاقة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى حفظ تراثنا الوطني الضاربة جذوره في عمق الزمن والمكان المغربيين.